لا شيء يرى إذا هطلت الأمطار. وهكذا توفيت الشابة ندى داوود قبيل أيام إثر تساقط أمطار كثيف حجب الرؤية عن فوهة صرف صحي أودت بحياتها. هذه شهادة حصل عليها تلفزيون سوريا لشخص يقيم في مناطق النظام روى بعضا مما جرى أثناء الأمطار الغزيرة، خاصة في بداية الموسم أول مطر طير، المياه بيوصل ارتفاع فوق الرصيف، كاكين الواطي بتدفي المياه، والعالي هون بتوصل تقريبا لأول درجة أو لثاني درجة. كاميرا التلفزيون استطاعت الوصول إلى المكان الذي حدثت فيه الفاجعة، هناك حيث تركت الحفرة التابعة لمشروع عمراني بلا إغلاق مهددة حياة مزيد من الأهالي وسط إهمال البلدية التي ادعت قبيل الحادثة أن الصرف الصحي أصبح جاهزاً وأنه لا وجود للمشكلات، لكن الحادثة نفت جل ادعاءاتها. تتواصل نداءات الأهالي لمحاسبة المسؤولين وإصلاح جميع شبكات الصرف الصحي في المدينة وخاصة في المناطق التي تعلو أوتوستراد الثورة وهي جب حسن وسقوبين وسنجوان ودوار الأزهري، هناك حيث يتسبب كل هطل مطري بأضرار فادحة في ممتلكات المدنيين والمحال التجارية، علاوة على تعريض حياتهم لخطر مستمر بسبب عدم الإعلان عن الحفر المفتوحة. من جهته أعلن النظام بعيد الحادثة عن توقيف مسؤولين عن مشروع الصرف الصحي في المدينة داعيا إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادثة، بيد أن ما يحصل وفق شهادات الأهالي هو فقط توجيه اتهامات للمتعهدين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع والذين غالبا ما يلذون بالفرار خارج البلاد، لتبقى نداءات الأهالي الذين يصفون الوضع الخدمي باللاذقية بالكارثي من دون استجابة، ويبقى العبور من أي طريق هنا خطراً قد يودي بحياة صاحبه في أي لحظة.